المحاضرة بتاعتها تجيب نماذج سلوكيات المسلمين النهاردة وتناقضها مع العقيدة. فين الإيمان بالله عز وجل؟ بتقول لي صايم لكن انت بتروح تشرب لي علبتين سجاير على الفطار، يبقى فين الصيام بقى ان شاء الله؟ بتقول لي انك انت راجل بتصلي وتحافظ على الصلاه وتروح عامل خناقات في قلب البيت مع مراتك ومع عيالك ومهزقهم ومبهدلهم ومشن عليهم ومطلع عليهم سمعه زي الطين. بتقول لي انك انت بتصلي، بتقول لك انك انت بتزكي وتروح تتعامل بالربا مع الخلق. فين بقى فين التفعيل العملي للعقيده؟ وكان هو ده محور القضيه او محور المحاضره بتاعتها اللي فاتت، وعلى فكره هو ده الباب الاول اللي الشيخ السيد سالم كاتبه. صحيح. علاقه العقيده بالعمل. وكان سيدنا الشيخ الازهري كان يعلق يقول انا يعني باعجب كيف لعلماء العقيده يقولوا علم العقيده علم منفصل عن علم الفقه، بينما علم العقيده هو اساس كل العلوم كلها، لان ينبني عليه كل التصرفات وكل الافعال. فهو لا ينفصل اطلاقا. صحيح، هو ينفصل ايوه ككتاب وكمنهج مستقل عشان نفرز المنهج ده بمراجعه عن المنهج الثاني والثالث والرابع من مناهج علوم الاسلام، لكن هو اساس الكيان الاسلامي كله والبناء الاسلامي وشجره المسلم كلها ينبني على اساس هذا الجذر الرئيسي، وهو وجود العقيده اللي ربنا قال الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويمكن أنا قلت الأمثال في سورة إبراهيم، كنت بتكلم فيها في الإعجاز القرآني في محاضرة الجمعة امبارح، موجودة أو أول امبارح، موجودة على الصفحة اللي يحب يتابعها. تفعيل العقيدة توكل، يقين، خوف، رجاء، حب لله عز وجل، يتحول إلى انقياد وطاعة واستحياء من الله سبحانه وتعالى في الخلوة وفي الجلوة، ويتحول إلى جودة في إعمار الكون وجودة في أداء العبادات وجودة في المعاملات، وأعلى درجات الجودة في الحياة اللي هي بنسميها في الإسلام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. هذه المنظومة الخمسة دول كلهم كوكتيل كده بيكون لي أساسيات أتعلم ايماني بالله ازاي، وعلم الناس ايمانهم بالله يكون ازاي بالخمسه دول. في حاجه واحده منهم ناقصه يبقى رهن في خلل في البنيان العقائدي. النبوات الموضوع الثاني في دراستنا في علم العقيده، الباب الثاني في علم العقيده. وموضوع النبوات بيقتضي مننا لابد ان احنا نفهم في حاجه درجه اسمها درجه نبي، في درجه اعلى شويه اسمها درجه رسول، وفي حاجة اسمها كتب جاء بها هؤلاء الأنبياء، وفي عندنا خمس كتب احنا ملزمين بالإيمان بها، اللي هي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام والقرآن الكريم الجامع لكل هذه الكتب كلها. خلاص، الإيمان بالنبي والرسول. طيب، كذلك أيضا أولي العزم من الرسل، اعرف ان في رؤساء للرسل او اكثرهم جهدا واكثرهم بلاء واكثرهم تربيه واكثرهم تعليما واكثرهم دعوه واكثرهم هموما في مواجهه الخصوم في تربيه الناس. عندي خمسه من اولي العزم من الرسل اللي احنا عارفينهم، اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا نوح اول واحد، وسيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي عندنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وفي كل واحد من دول له خصوصية خاصة فيما بينه وبين الله عز وجل لا تخل بمقامات باقي الخمسة، فالخلة وكليم الرحمن وكلمة الله عيسى عليه السلام، كل واحد من دول له خصوصية، وحبيب الرحمن خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الخصوصيات درجات ترقيات، لكن كلهم كوكتيل كده هم الايه؟ نسميهم أولي العزم من الرسل، يعني أصحاب الهمة العالية والهم الأكبر في تحمل الشدائد. عشان تعرف أنت بتربي وعندك ثلاثة أربعة، اثنين شاردين وواحد طيع وشايل حاطط إيدك على خدك، يا خبر أبيض، ما بعد ده كله يقرفوني، ما بعد الغلب ده كله يبوظوا في وشي، بعد ده كله يجيب لي جلطة ابني. ما انت ما انت شفتش الكبار اولي العزم من الرسل، ربنا عملهم لك ليه؟ عشان قدوه، عشان تشيل الهم وتستحمل، يكون عندك جلد وصبر
وتحمل لآخر لحظة ورمق في عمرك في التربية والتوجيه والتعليم وإقامة الحجة على الأقرباء وعلى أيضا خارج الأسرة في دعوتك للناس. لما تشوف الرسل دول تعبوا قد ايه بره واكثرهم سيدنا نوح مثلا اللي قعد 150 سنه وفي الاخر مجنون ومزدوج، لكن النتائج في النهايه عوامل الصعود وعوامل السقوط. اللي سمع واتبع المنهج هو في النهايه اللي نجا وافلح في الدنيا وافلح في الاخره، واللي اعرض عن المنهج الرباني هو اللي سقط في الاختبار في الدنيا وجات له عوامل السقوط والانحدار في الدنيا غير الحساب الاكبر يوم القيامه. يهمني في دراستنا للأنبياء والمرسلين إن احنا نعرفهم المؤهلات السي في بتاعت الأنبياء والمرسلين. القاعدة الأساسية في معلوماتي عن الأنبياء والمرسلين أنهم مصطفون. يعني مصطفون يعني انتقاء واختيار بجدارة، يعني يعتبر يعني أعلى درجات الخلق هم دول. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في وصفهم ايه؟ الله يصطفي. يصطفي يعني ايه؟ انت عندك تعرفه في البيت كده في المطبخ كده الزماني اللي يقولوا عليه الغربال او يقولوا عليه المصفى. اه يصطفي يعني نقاوه النقاوه، مفيش لا عبل ولا عفش ولا نمله ولا صرصوره ولا مش عارف ايه، صفوه الصفوه. يبقى يصطفي خلاص. يبقى لما ربنا يصطفي اذا ينتفي تماما من دماغي اي عيب او خطا في حياه واحد من دول، دي تكفي خالص عندي. بالاضافه الى السي في بتاعهم مؤهلاتهم ايه؟ زي ما علماءنا قالوا اربع مؤهلات في الواجب في حق الانبياء والرسل والمستحيل في حق الانبياء والرسل. قلنا ان السي في بتاعهم هو ايه؟ عشان يبقى نبي او رسول ربنا بيختاره، ولو قلنا لازم يكون نقاوه يبقى لازم يكون عنده الفطانه، الامانه، العقل الاول يكون راجح سليم ذكي، مش محدود العقل مش محدود التفكير، ليكون اذكى واحد واشطر واحد في النباهه، يبقى ده الفطانه. الامانه ان يكون سلوكياته فيها الامانه والوفاء والعهد والصدق، ما بقاش فيها ايه؟ اي لون من الوان الغدر او لون من الوان الخيانه. الصدق لفظا في الفرح وفي الحزن في الغضب في السرور في الضيق في الانبساط، في كل الاحوال لازم يكون عنده مصداقيه فيما يتلفظ به، حتى لو كان بيهزر حتى لو كان بيضحك. هو مش محرم عليه ان يهزر ويضحك، لكن محرم عليه ان يقول حاجه مش صادقه، فلازم كل اللي يطلع منه يكون موافق للواقع، حتى ولو لم يكن هو الافضل والاولى، ممكن ياخد حاجه ادنى شويه لظرف ما او لسبب ما. زي مثلا سيدنا ابراهيم في ما ينسب اليه انه كذب ثلاث كذبات، مع ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هيكمل لنا الموضوع ويوضح لنا المساله، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الكذب اللفظي وليس كذب الخلقي. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الذي ينمي خيرا بين المتخاصمين بكذاب، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول كلمه عشان يصلح والحرب من باب التوريه يبقى ما اعتبروش كذاب، يبقى ده اسمه ايه؟ هو كذب لفظي لكن ما هوش كذب خلقي. يعني الكذب الخلقي ده يستحيل ان يكون في حياه النبي، وكذلك المسلم يتربع على عدم وجود الكذب الايه؟ الخلقي. اما الكذب اللفظي ممكن اقول حاجه من باب التوريه او من باب التقريب او من باب حل مشكله عشان ما وقعش من بعضيها، وفي نفس الوقت ما كذبتش ما قلتش خلاف الحقيقه، لكن عديت الموضوع من عشان ما يتصعدش ويبقى مشكله اكبر. وهذا ما كان بالنسبه لسيدنا ابراهيم عليه السلام، فلم يكذب اطلاقا لانه كان على عقيدته وايمانه بالله عز وجل وعهده مع الله، لكنه كان يواجه الكفر، فكان لابد ان يكون اذكى من الكفر في حيله ومؤامراته، وهذا لا يعاب عليه لان من باب التوريه والحرب خدعه، لابد ان يكون المسلم ذكيا. واذا تقول بشيء لكي يحقق به مراد الله عز وجل فلا يعاب عليه ولا يؤخذ عليه اي شيء. يبقى عندي الصدق كمان ايضا
البلاغ او الابلاغ، ان انا ابلغ.